السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم في معانا جايب لك زز 2016 طبعا اندكس 570. كان عنده مشكلة في الكاميرات، طبعا الكاميرات كلها ما كانت تشتغل معاه، والان ضبطناها ما شاء الله تبارك الله. نجربها الان، راح يبارك له ويعطي خيرها في شر. هذا الان الريوس، الان بندق الريوس ما شاء الله تبارك الله، الكاميرات شغالة كلها 360 درجة. كذلك من الزرار اللي هنا اللي هو زر الكاميرات، هذا هو مكانه، هذا مكانه، اشتغلت معنا ما شاء الله تبارك الله. نقدر نتحكم بالكاميرات، هذا الأمامية والخلفية، كل الاتجاهات، هذا الجوانب تشتغل معنا ما شاء الله تبارك الله. الرجال اشترك في القناة متابعة كل جديد. أخوكم أبو لؤي 0577939772.